سنحتفل اليوم بالذكرى 16 على تأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار هذه الاحتفالات قمنا بالاحتفال في قاعة العمالة بحضور السيد العامل السيد الكاتب العام وكذلك اللجان الإقليمية والمجتمع ممثلي المجتمع المدني. كانت هناك عروض اللي تلقات أمام السيد العامل، وبعد ذلك قمنا في إطار دائما الاحتفال بالذكرى 16 لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قام السيد الكاتب العام وكذلك الوفد المرافق له بزيارة هذه الوحدة اللي تجي في إطار الشراكة المبرمة ما بين المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واللي عطى الانطلاقة الرسمية ديالها السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم قرسيف، اللي شافوا في هذه الوحدة الطريقة اللي كنشتغلوا بها في المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من خلال تدبير الزمان اللي كان متابع خلال في ظل هذه الجائحة، واحد استعمال الزمن اللي تيراعي الخصوصيات ديال الاطفال وتيراعي الريتم ديال الاطفال، وخصوصا انه الاقسام اللي عندنا اللي كتجاوز العدد الاطفال ديالها 16 طفل كان العمل فيها بالتناوب، واحد الفوج اللي تيكون في الفتره الصباحيه والفوج الاخر اللي تيكون في الفتره المسائيه. وشافوا ايضا معنا الوفد اللي حضر معنا اليوم في هذا الاحتفال واللي رافقنا لهاد الوحده، طريقه الاشتغال من خلال الفضاء اللي تعرفوا فيه على الاركان اللي كنشتغلوا بها داخل الفضاءات التابعه للمؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي، واحد ركن التجمع، ركن الالعاب، الورشات ايضا اللي كتراعي الخصوصيات ديال الطفل، ودائما مع مراعاه الاحتياطات والتدابير الوقائيه في ظل هذه الجائحه. السلام عليكم، عائشه وفيق، جمعيه تدريب المراه القرويه بجماعه راس القصر. بالنسبه للجماعه ديالنا الحمد لله يعني كانت الدور كبير للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه في احداث طفره كبيره في الجماعه، طفره تنمويه في الجماعه بفضل المشاريع كلها اللي دارت، سواء كانت بالنسبه للجمعيات او للتعاونيات في مشاريع مدره للدخل او لا في المساهمه في تحسين البنيه التحتيه بالجماعه. وكما قلت هذا ساعد بزاف على اننا كجماعه قرويه قدرنا اننا نواكبوا التنميه اللي وقع في على الصعيد الاقليمي. احتفلت اليوم عماله اقليم قرسيف بالذكرى 16 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يصادف كل سنة يوم 18 مايو، وهو اليوم الذي أعطى فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الانطلاقة الرسمية لهذا الورش التنموي الحداثي النموذجي الهام. هذا الاحتفال اليوم تم بقاعة الاجتماعات بالعملاء، تم تنظيم لقاء حضره ممثلو المجتمع المدني وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبعض ممثلي اللجنة المحلية للتنمية البشرية تحت رئاسة السيد عامل الإقليم. انطلق هذا اللقاء بكلمة افتتاحية للسيد العامل، أشار خلالها إلى أن هذا الحدث يتم تخليده تحت شعار كوفيد-19 والتعليم الحصيلة والأفاق لتحصين المكتسبات. وقد ذكر خلال هذا الحفل السيد العامل ب المنجزات والتدخلات التي باشرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها وتأثيراتها الإيجابية على مختلف الفئات المستهدفة، كما ذكر كذلك بأن هذه السنتين الأخيرتين يعني عرفتا انتشار وباء كورونا، وبالتالي فهذه الجائحة كان لها تأثير سلبي خاصة على قطاع التربية والتكوين، مشيرا إلى التأثيرات السلبية لهذا الوباء، وطلب من الحضور يعني إطراء النقاش للخروج بملاحظات وتوصيات من شأنها أن تحد مستقبلا
من التأثير السلبي على العملية التربوية ككل. كما عرف هذا الحفل تقديم قسم العمل الاجتماعي لعرض حول حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنتي 2019 و2020، حيث تم التركيز خلال هذا العرض خاصة على العمليات التي تمت برمجتها في إطار البرنامج الرابع والذي يهم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. كذلك عرف هذا اللقاء تقديم الموديل الإقليمي للتربية الوطنية لعرض حول يعني مختلف التدخلات التي قامت بها المديرية الإقليمية خلال تدبيرها للقطاع في يعني ظل جائحة كورونا، وأشار إلى التأثيرات السلبية على يعني العملية التربوية. كما عرف اللقاء تدخل كذلك وتقديم عرض من طرف المنسقة الإقليمية للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والتي ذكرت كذلك بتأثيرات لكورونا على عملية التعليم بقطاع التعليم الأولي وبطرق كذلك اشتغال المؤسسة من الناحية البيداغوجية وتدخلاتها لمواجهة هذه الآثار. وفي نهاية هذا اللقاء انتقل جميع الحاضرين إلى جماعة تدات، حيث تمت زيارة وحدة للتعليم الأولي بدوار حشد لاغار، والتي تضم قسمين اثنين تم افتتاحهما خلال شهر 10 المنصرم. واطلع الحاضرون عن كتب عن سير عملية التعليم الأولي بهذه الوحدة على غرار باقي الوحدات، التي نود أن نشير إلى أنه تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث لحد الآن تشتغل 40 وحدة للتعليم الأولي في إطار المبادرة. ونذكر أنه تمت برمجة خلال سنة 2021 كذلك إحداث 44 وحدة للتعليم الأولي بمختلف جماعات الإقليم، منها بناء 42 وحدة جديدة ووحدتين سيتم تهيئتهما. وشكرا لممتلك.